لا لا ده انا متفائل نازل. بالنسبه لاسعار الكرتون، اسعار الكرتون زادت عن السنه اللي فاتت. بالنسبه للادوات طبعا زادت عن السنه اللي فاتت، وبالنسبه للحصول عليها يعني علينا على عن السنه اللي فاتت برضه. بالنسبه طبعا للادوات الطبيه اللي هي الفرصه الكلام الاول، الحاجات طبعا زادت يعني اتضخمت زي كده. انا مثلا كان بيعمل الباب 15 جنيه. كان بيعمل 12 جنيه السنه اللي فاتت. السنه دي عامل 15 جنيه. المفروض يكون في رقابه على الاسعار على التجار عشان ما تزودش، كل ما بتلاقي السوق محتاج بضاعه يزودوا بالاسعار، فالمفروض يكون في رقابه على الاسعار دي تكون ثابته. مش كل ما بيلاقوا السوق عطشان ومحتاج بضاعه يزودوا في الاسعار، يزودوا على الناس ويزودوا على البائعين القطاعي، تفرق مع البائعين القطاعي معاهم هم مش كده. اليورا غالي، مفيش استيراد. الورا بره غالي، محدش بيستورد، بس بعد الاسعار عليه مش كده. الورق غير لان كان المكن اللب كان اتحرق بقى، والمصنع اتحرق وقعد له 3 4 اشهر، وبعدين عم اشتغل تاني وعم نضف المكن وعمله. لازم لكن الورق شويه اللي هو رمضان، وبعدين دخل العيد، وبعدين دخل الكتاب، ثلاث دخلات مع بعض مأثرة طبعا. الثورة وعملية الحاجات دي لازم تأثر على الورق، تأثر على الثورة بجد على الصنايع، ولازم تأثر على كل حاجة. المنتجات أثرت لحاجات تانية كتير، يعني زي إيه؟ في حاجات ما بتتصدرش، بتجيب لك عمة صعبة، العمة الصعبة تشيل بيها ورق، إيه العمة الصعبة؟ يعني احنا حضرتك لما نيجي نتكلم على حاجات سياسيه مالها حاجات سياسيه، هتاثر فيها حاجات سياسيه. لكن احنا لما نتكلم نقول ايه الداعي لان الورق يغلى؟ هل الاسعار العالميه هي المؤثره، ولا هو بس كده مجرد ان هو غلو بشع التجاره؟